بعد ما جهزنا السفرة. مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح يكون عن كيف تعملوا منسف. ومعروف انه المنسف هي اشهر واطيب اكلة بالاردن، واحنا كمان كتير بنحبها، بس اليوم رح نعملها مع ماما. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والاشعارات والسبسكرايب والكومنت والشير، ولا تنسوا هاشتاج حنكسر الوندر اليوم مشترك. يلا نبلش. اول شيء رح نحتاجه اللي هي اللحمه. لازم تكون اللحمه فريش ولازم تكون مغسوله كمان. وبعدين انا وروان لازم نحطها على الطنجره ونسلقها. فهلا رح نبلش نحط الاشياء. كمان رح نحتاج نحن بصل على حسب الكمية اللي عندكم، حسب أفراد العيلة. هيا نحط البصل يا روعة. بفرقيه بكل مكان. اوكي. وبعده رح نحتاج لشوية هيك حبات من الهيل. هذا نديره. وكمان رح نحتاج لورق الغار. ورق الغار هذا هو. طيب زي هيك. وهلا بنصب المي السخنة. احنا حطينا هذول المكونات عشان تعطي طعم للحمة. عشان المنسف. هلا بنسكر. رح نفتح النار عليها هلا. ولازم الرز ننقعه من ربع ساعة لنص ساعة. وهذا هو الرز هلا. وكمان رح نحتاج لهذا جميد. هذا بيكون جميد أردني. لازم نقطعه وبعدين نحطه بهيك صحن بالمي. ورح نحتاج للبن عشان نسوي فيه اللبن تبع المنسف. وهلا بدنا نخلط. بس اول شيء هلا بدنا نحط اللبن عشان نخلطه ويصير عندنا اللبن المنسف. وراح نحط بيضه بعدين عشان يعني اللي بيكون من جوا الخلاط اللي بنخلطه ما يفرفط، او اللي هو ايش اسمها هاي يتكتل. طبعا هلا بدنا نحط البيض عشان ما يتفرفط او يتكتل. بعدين رح نخلطه مع بعض. هنا فتحنا. واحنا حطينا شوية ملح وشوية شو اسمه هذا؟ هيل مطحون. خلينا نصبه. يلا انت صبيه هلا، خلينا نطلعه. هاي خلينا نمسك هاي وانت صبيه. يا كنا ميلك شيك. ميلك شيك. طبعا احنا عشان نشيل الزعجة من هون. هلا بدنا نخلط الجميد. بدنا نخلط هذا كمان مرة بالخلاط. طبعا الجميد لازم يكون طري عشان ما يخرب بالخلاط. وهون احنا ما رح نحط المي كانت مع الجميد، رح نحط بس الجميد لحاله. هي الطريقة. هلا بدنا نخلط الجميد كتير منيح. هلا خلينا نصبه على الطنجرة. هي مسكين نصبه. هلا هاي. اوكي. نغلي شوي. كثير ظل مصبته. طبعا نحن بنصفي له شغل عشان ما تكون هاي الاشياء الصغيرة موجودة بال يعني الخبز اللي احنا نسوي اللبن. هيك بكفي. هلا بدنا نضل نخلط الخليط وهو بالنار عبال ما يغلي. وبعدين بعد ما تستوي اللحمة رح نجيب ميتها وحنحطها بهذا الخليط ونخلطه بالنار. طبعا هلا لازم نضل نخلط الجميد وهو بالنار عشان لازم نضل نحرك بنفس الاتجاه، لانه اذا تركنا رح يخرب الجميد. طبعا لازم يضل بنفس الاتجاه. شوي روان لحد ما يغلي. طبعا
ولازم ما عندك المعلقة عشان ما يفتح. بلشت تغلي، بدنا نصب مية اللحمة. نمسك هاي هيك على جنب ونمسك المصفاي ورح نصب مية اللحمة. طبعا ماما حتساعدنا. هلا بدنا نحرك كتير منيح. بهاي الطريقة طبعا هنحرك وبدنا نخليه يغلي مع بعضه وبعدين نضيف اللحمة. هلا بدنا نضيف شوية هيل مطحون عشان النكهة تكون قوية شوي. لازم اخده كتير منيح لو حطينا على هي المطحون انه افشل الخلط. طبعا هلا بدنا نضيف شوية كركم، بس لان احنا ما بنحب يكون يعني كتير اصفر بشكل حنضيف شوية. هلا بنخلط. خلينا نستنى شوي لحد ما يغلي مع اللحمة وعشان ياخذ طعم. وكمان لازم ما يكون كتير يعني اللي خفيف وكثيف، لازم يكون متوسط زي هيك. هيك شايفين هذا القوام. وبعدين رح نصفيه. ويلا نصفيه. هلا احنا رح نخلي ماما تكمل منزل ورح نوريكم احنا عم نزين فيه لما يجهز الرز وهيك، نحط اللوز وهي الاشياء على الرز. نرجع لكم بعد ما ماما تخلص. رجعنا لكم بعد ما ماما سوت المنزل، وهلا بدنا نوزع البقدونس. نرش المكسرات على المنسف. هلا بعد ما جهزنا السفرة بدنا ندوق المنسف ونشوف كيف حيكون طعمه. مرة من بين اي رمان ايدي لون وبين ايس كريم. اوه وهلا خلينا نجهز حالنا. اول شيء رح نحط رز. انا خلينا نحط بكاساتنا اللبن. خلينا نحط اللبن كاسات. انا بحط اللبن. هلا خلينا نحط الرز. ميها. هلا انت جاهزه؟ اللبن كثير طيب. يسلم ماما. طبعا هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والاشعارات والسبسكرايب والكومنت والشير، ولا تنسوا هاشتاج حتصلوا معنا اليوم مشترك. وبس باي.